ليكم الزاوي. أيوة. أيوة. هون في كمان نسبة كبيرة من المزازنة يعني. بالجمع بقى مزازنة بالجمع. أيوة مزازنة بالجمع. العنب الدوماني أقوى من العنب الديراني. هلا ما لها نثير النعرات المناطقيه. لا هي ما دخلها تنافس زراعي. اكيد هلا ما حد بيقول عن زيد وعكير، اكيد لاني بدوماني اطيب. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعه معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. السلام عليكم. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. الفوتيل عندك من هون ولا من هني؟ هيك ما مفتوحة. مرحبا يا شباب، يعطيكم العافية. كيف حالك؟ شلونك؟ شلون امورك؟ الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. احنا خالصين لهم تقريبا. مين الدوماني؟ وين الدوماني؟ بيقولوا لك الدوماني. يا اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا. والله من زمان هون؟ صرنا شي اسبوعين تقريبا جدد. اسبوعين؟ جدد صرنا اسبوعين. كنت بمنطقه وجيت ورجعت؟ كنت بالريحانيه هون صرنا فتره. اوه شو فرقت معك؟ من الريحانيه لبشاك شهير. والله هي مغامرة. ايه الحمد لله، بدها الدنيا مغامرة ما هيك؟ بدها. ابو ايش حضرتك؟ ابو سليمان. حضرات ابو سليمان. الله يحييك. اكيد هون لحم جمل ما في. لا جمل ما الطلب ان شاء الله باذن الله قريبا. ممكن يعني قريب ممكن جبنا جمال هيك بنذبحهم ان شاء الله. ما بيقدر الواحد الا يكون ان شاء الله. إيه. يعني تكون هيك ايه بلحقوك الدوامنا. إيه وين رحت؟ اهلا وسهلا. مرحبا حياك. دوامنا وغير دوامنا عمي كله. ايه بشاك شهير قديش فيها سوريين؟ في خير الله، في عرب بشكل عام يعني، في سوريين بالنسبه لي مظبوط تقريبا. انت بتنفع على بكير. نفعنا والله تقريبا يعني الحمد لله. الله جبر الحمد لله. نحن جايين هيك على محل، فقلت لي انه هذا المحل. اهلا وسهلا محلك. اهلا وسهلا. انه تغير داماس كنت. ايه ملحمه لحم محلك هون. ايه ملحمه لحم يعني من سوري، لحم عنتابي لي يعني مو دناب يعني. ايه غالي؟ لا خاص اسعار حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. قد شلون كانت وشلون صارت الغلا؟ اي والله الحمد لله رب العالمين. مش الزبون الحمد لله. بس بشاك شاهين هون دفيعه يعني تعرف والله لا سعر مقبول هون يعني، ولا مثله مثل اي منطقه ان شاء الله تعالى. ما في يعني الواحد غلا فاحش يعني. جاي من منطقه لمنطقه لهون شو بيقولوا؟ فكر حاله رايح لعذاب. لا والله نفس الامر تقريبا نفس المسواقي، اسعار مقبوله حلوه يعني ومحدده هون يعني. ايه ما ايه الواحد على كيفه. لا لا مو لهالدرجه يعني. محكوم بالسوق يعني انت هيك. يعني القصد انه هلا هون لحم يكون هيك جيد. أيه. تصنيعه جيد، لحم ظريف يكون ممتاز. كان نفس المصلحه بدون نفس المصلحه بدون. ايه 20 سنه 30 سنه اخذتها معك وجيت. ايه الحمد لله. ايه اهلا وسهلا. ولحالك ولا معك حدا ولا؟ لا لا هلا في عندنا في جوا فرن صفيحه، في جوا يعني أيه. مكملات لهالمصلحه. يلا انتم عاملين يعني وطاولات. ايوه الحمد لله. في يعني بالعجل، بالخروف، بالدجاج. أيه. برجر نقان يعني كل شيء بيتصنع بالمصلحه بنشتغل ان شاء الله. طالما جديد انت هون، شلون السوريين بدهم يعرفوك؟ هلا بالدعايه والاعلان وال أيه. شوي هيك والزباين هيك الحبايب كثار الحمد لله بيدلوا بعض، بيعرفوا على بعض يعني الحمد لله. نسوي لك اعلان شو بنقول؟ ابو سليمان. ابو سليمان اهلا وسهلا ومرحبا. ملحمه داماسكن بشاك شهير. بشاك شهير كبيره. ايه مجمع جانب المترو كنت مقابل جامع الامام الاعظم. هذا الجامع معروف يعني انه جامع الامام الاعظم هون، وهي منطقه مجمع، وهون فاروق اغلو هون محدد منها حلويات. بيتك مو بعيد من هون؟ لا لا ما شغلت نص ساعه ان شاء الله. هون الهواء والمطر وطلوع بس جو حلو الحمد لله. الحمد لله الله يبارك. الحمد لله. اهلا وسهلا. العنب الدوماني اقوى من العنب الديراني. هلا ما لها نثير النعرات المناطقيه. لا لا هي ما دخلها تنافس زراعي. طبيعي بسوريا هيك شيء ما مزبوط. انه انت ديراني وانا كذا يعني التنافس موجود يعني ايجابي. تنافس ايجابي الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هيك ان شاء الله دائما يكون ايجابي تعالى. ايه يا رب ان شاء الله هيك. الله يضايق العنب الديراني. الديراني اكيد هلا ما حد بيقول عن زيد وعكير، اكيد لاني بدوماني اطيب. بس في واحد بدوما مره التقينا فيه يعني شرح قصه العنب بدوما،
يعني بتشهيك كأنك تاكل عسل وتنسى كل شيء. هلا انا بحكي لك عن اللحم، خليك تنسى مثلا باللحم، بحاكيك باللحم اسلوب، يعني اسلوب اللحم ايه. اما بالعنب والله ما كثير احنا يعني ما كثير هيك، حتى العنب الدوماني وكذا قديم كان صار نادر قليل كثير. يلا الله يديم الصحة، الله يبارك فيك ان شاء الله. هيك نشوفك دائما يعني، الشغيله هون سوريين ما ايه كله بسوريا ايه. من درعا، من تل، من الشام، الحمد لله كوكتيل يعني. اهلا وسهلا فيك، الله يعطيك العافية. معناته جارك عبد الحميد؟ جاري ابناء عبد الحميد ايه. ايوه ايه. شو بيساووا؟ بروستد، ما بروستد ووجبات. هلا انا بدي سوق للملحمة، بدي سوق مسوق لجاري ما في مشكلة. ليكم من حمورية دقت عينه بجوز. ما شاء الله ما شاء الله، اهلا وسهلا. قريبة عليكم حمورية ما؟ بيننا وبين لحشة حجر، ما هيك؟ بس ايه بس. ولا بالنص حرستها شو؟ هلا حرسته ومديرة ويعني في كذا بلد بس دوبها بتضل المدينة هي الأم، هي غير هي الأم. زمانته كانت تساوي العاصمة ريف دمشق، مستقلة مستقلة بدها تصير مركز محافظة. مظبوط بيطلع لها والله، بيطلع لها كان ايه والله بيطلع لها. عدد سكان دوبها منيح. هلا بذكر انا كان 800 ألف تقريبا، 800 ألف. هلا الله المستعان. خط الحديدي يعني القطار إيه؟ ايام زمان بيمر بدومه يعني، مو انه هلا بدك تسال واحد اختيار. ما لحقت. ايه مواليدك ابو سليمان؟ بتحفظ عن المواليد على الخارج على الذكرى. بجوز لا طريق الحج وطريق من الميدان بيقولوا شارع حلب ايه مزبوط بيقولوا ايه. ما هذا يعني هون اذا انت مثلا التقينا فيك سوري، بعدك سوري؟ بعدي سوري، بعدي كمان سوري، فول حمص. أيوة. وشاميات يعني ايه. ملحمه هون بروستيد هونيك في حلا، في حلا بس تركي يمكن ما مو في عنده شباب سوريين بس هو تركي. الحمد لله. شكرا لك، تشرفنا بزيارتك. اهلا وسهلا سليمان، تحياتك. اهلا وسهلا. بدي زفرك معلش. ايه لا بالعكس والله، اهلا وسهلا حياك. غير شكل مرحبا، كيفك؟ والله هون قالوا لنا في واحد سوري قاعد بيشتغل بس ما قالوا لنا شاب. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا بيك. شو اسمك يا رب؟ مالك. مالك. هلا هون بيقولوا ابناء عبد الحميد. نعم، مطعم ابن عبد الحميد. ايوه مطعم ابن عبد الحميد هيك يعني معروف يعني. ايوه فشك شهير مترو كانت العتاب الخامس. ايوه. وفي عندكم ببغجلار كانه او هيك شيء يعني؟ في عنا اصدقائنا ببغجلار. مين ابو خالد لك؟ ابو خالد هذا صديق لنا. ايوه نعم، هو على طول بيتصل فيه صار له. أيوة. سنتين تمام. انه وينك وما وينك وسنتين ابدا، سنتين وشوي والله. متعاونين معهم احنا ان شاء الله. ايه شو شغلكم هون؟ والله الحمد لله بفضل الله. يعني هاي المنطقه شوي يعني يعني بفوت فيها محلات يعني شوي واسعه وغاليه نعم. يعني غالي هي نسبيا يعني ما بيسكنها كمية الشباب اللي أكثر ما يكون للعيال. هاي هي. ويعني بالنسبة للشغل الحمد لله رب العالمين. هاي المصلحة بالأساس يعني أبل عن جد عنكم المصلحة هي ما هي الدخل؟ نحن من عام 1993 بهالمصلحة. يعني بقى الوالد هو مؤسس المصلحة وفاتوا فيها العائلة وكذا. إيش بدك أنت؟ الحمد لله والله. يعني فيها رماء. هي مصلحتنا اصلا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مين في جوا من الشباب؟ في حدا؟ اي طبعا هات لنشوف. انا استاذ. كيفك؟ اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. شلونك؟ يا استاذ يلا خلينا على الضو لك. ايه ولا ايوه على الدفا. بلش البرد هلا. يا ميت اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله تمام يخلي لي. يعني والله الواحد هيك بتروح عن وقت بيلاقي سوريين حواليه ما؟ ايه اكيد طبعا. الناس طبعا. خاصة هنا يعني بشك شهير هن كمان اغلبيتها سوريين عرب يعني. جاركم دوماني لحام. ايه. انتوا هون حلب؟ لا هون كمان من الشام. من الشام؟ من المزة. ايوه. نحن الاصل من بيت عبد الحميد. فانا اخذ على لانه ابو خالد مو يحكي معي ويتصل. ايه لهجته حلبية. ايه. ايوه هو حلبي. طلع هلا تعاون حلبي دمشقي. تمام يعني. ايوه نحن من الشام من منطقة المزة من عائلة عبد الحميد. المزة وين؟ المزة تعرف المزة؟ المزة قصدي المناطق القديمة.
البنات الأربعتاش الشيخ سعد يعني. الشيخ سعد نعم. يعني أنت لحقت الحارة القديمة قبل ما تيجي على الشيخ سعد؟ إيه لحقت الحارات. أيوة. الحارات القديمة لساتها بيوت عربي ولساتها إيه عايشين فيها كمان. كنا لحنا العيلة يعني كلهم عايشين. عندك الحواكير؟ لا جنبنا عنا بيوت تحت كمان بالبساتين. هي بيقولوا لها بساتين. ايه عايشين فيها لحنا تحت. انت يعني لحقت تعرف المزة مزبوط يعني. ايه لكم. انا مواليد 84 صلنا يعني انا صلي بالمصلحة شي 30 سنة. عيلتنا صلون شي 40-45 سنة تقريبا. ايه الحمد لله يعني الامور ماشية بفضل الله. قولوا قلنا ايه فضل. لا الله يسعد. لأن ليكم الزاوي. ايوه ايه هون في كمان نسبة كبيرة من المزازنة يعني بالجمع بقى مزازنة بالجمع. ايوه مزازنة بالجمع. ايه ومعروفين لحنا من قبلهم فضل الله يعني. هون سمينا ابناء عبد الحميد كرمال يعني لحنا عائلة واحدة يعني انه ابناء عبد الحميد. انتوا بتشوفوا هون بسطة صبارة بتعرفوا انه هي ظريفة ولا ما. ايوه دغري. ايه من التراث هي. ايوه معناته هون في عندكم شيء طلبات وفي زباين بتجي وفي المنطقة ايه طبعا. هلا اعتماد الاغلبية بشكل شهير على السفري. السفري ايوه ايه غربت لي هون تمام. وسكن يعني هي صايره سكني اكثر من يعني مثل منطقه الاسواق يعني وكذا ما صح اسواق. ايه هي ان شاء الله مجمعات. ايه ان شاء الله المرحله القادمه باذن الله يعني عم نسعى للفاتح يعني. ايه نفتح بالفاتح او اكسراي فرع ثاني ان شاء الله. في شغل شوي حركه اكثر. ايه هو اجمالا اليوم نحن كان عندنا صيانه يعني. ايه كان عندنا بالسقف عندنا صيانه. هلا نحن بلشنا يعني حتى كنا حاطين على الحاله انه يعني اليوم نعتذر عن الطلبات يعني تأخرنا شوي اليوم كان عنا صيانه. هلأ ها بلشنا. إحنا لو قرينا كنا ما أجينا. لا يا ميت أهلا وسهلا بالعكس إحنا بنكسبك يعني. إيه. يعني واحد وقت يفوت على مكان عام بيلتقى مع عالم وأسر وناس وكذا بيصير في بركة أكثر بقى. 100% يا ميت أهلا وسهلا. إيه أكيد شكرا. يعطيك العافية. يشيل المحل اثنين ثلاثة يعني ولا في لحنا هون لحنا تقريبا 10 عمال. كنا 10 عندي كنا 15. هلا على هوا الوضع اللي صار بين الاقامات خفف عليك. لا والله هنن يعني في منهم طلع في شيء قانون طلع على اوروبا وفي منه طلع رجع على بلد على منطقته يعني انفضل الله. هلا هنن اليوم معطلين يعني ما عم لك. لحنا هلا خلصنا على بكير بلشنا شوي يعني كمزبون عم نمشيهم. وهلا يعني ساعه ثانيه ساعتين ثانيات ماشيين. وقت اللي جيتوا لهون يعني كمان تعرفتوا على عالم كثير. اي طبعا صار في علاقات صار في الحمد لله. وهو حتى يعني هلا اكيد صار في علاقات يعني السوريين اللي هي كلياتهم. ونحن بفضل الله يعني من الاساس انه بال يعني بالشام معروف اسمنا الحمد لله. يعني الواحد وقت اللي بيقدم اكل لبني ادم يعني قديش فيها هي متعة. مسؤوليه فيها متعه و... بده يطلع احنا هي المصلحه يعني اللي احنا بنحبها يعني فيها ابداع فيها نفس فيها شيء هيك من القلب بيطلع امانه في ايه طبعا الامانه اهم شيء يعني. ايه والحمد لله ومصلحه اهلنا وعائلتنا يعني. ابويا شرفت انا ابو الجود مؤيد عبد الحميد. على راسي ابو الجود. الله يعطيك العافيه يسلمك ويخليك. شكرا لك. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.